السلام عليكم. سألت سؤالي بمحاضرتي اللي ألقيتها من عدة أيام، أيهما أفضل، السيروم الملحي أم سيروم الرينجر رينجر لاكتيت؟ أحد الزملاء طلب مني لخص المحاضرة بخمس دقائق، وإن شاء الله بقدر لخصها بخمس دقائق. طبعا ما حأحكي أي برهان أو دراسات، حأحكي بشكل عام، ما حأدخل بالتفاصيل. اللي بيحب يسمع التفاصيل ممكن يسمعها بمحاضرتي، مدتها نصف ساعة تقريبا. واللي بيتوقع أن يعطي جواب قاطع بكلمتين ما أظن حقدر أعطيه، لأنه هذا الجدال عمره 30 سنة حاليا هلأ، وكل يوم عم يزداد يوما عن يوم. وإن شاء الله بنسمع بالمستقبل أخبار بتخلينا نكون أكثر ثقة لما نقول أنه الرينجر أفضل من الملحي أو الملحي أفضل من الرينجر. بداية، مشكلة السيروم الملحي اللي هو ربما من أشع الأدوية استخداما حول العالم إذا اعتبرناه دواء، أظن بشوفيت بأحد الدراسات أنه في حوالي 200 مليون لتر يصرف سنويا بالولايات المتحدة واحدة فقط. مشكلة هذا السيروم أنه هو بنسميه نحن النورمال سالين، يعني السيروم الملحي النظامي أو الطبيعي. هو حقيقة ما هو نظامي ولا هو طبيعي ولا هو فيزيولوجي، هو أبنورمال. التركيب تبع السيروم الملحي كل لتر تقريبا فيه، أو مو تقريبا، فيه 154 ميك صوديوم وفيه 154 ميك كلور. التركيز الطبيعي للصوديوم بالمصل أو بالسيروم هو من 135 ل 145، يعني السيروم الملحي شوي أعلى من المصل. ما هي مشكلة كبيرة وإن كان لها مشاكلها، بس المشكلة الأساسية هي الكلور. حقيقة تركيز الكلور الطبيعي حوالي 100 بالمصل، من 95 ل 105، بينما بالسيروم الملحي بكل لتر فيه 154 ميك كلور، فمرة ونص عن المصل، في أكثر من المصل ب 50%، يعني 100 مقابل 150، وهذا رقم عالي جدا. هذا الكلور العالي عم يعمل مشاكل، يبدو أنه عم يعمل مشاكل. تم إثبات هذا الكلام بدراسات فيزيولوجية عديدة، وعم يحاولوا لحد اليوم يقدروا يثبتوه بدراسات سريرية، يقارنوا مجموعات مرضى نعطوا هذا السيروم مقابل هذا السيروم. ما عم تكون نتائج قوية لتعطي جواب قاطع حقيقة، لحتى نقول فعلا أنه هذا الدواء أو هذا السيروم ضار وبالتالي لازم بطل استخدمه. صراحة مو بهالسهولة فيني أنا غير ممارسة عمرها 180 سنة. أول سيروم ملحي استخدم طبيا حول العالم كان عام 1830 تقريبا. مشكلة الكلور العالي، أول شيء أنه بيعمل الحماض المفرط الكلور، معروف جدا لما بتعطي سيرومات ملحية زيادة بيتحول، بيصير في عندي حماض بفرط الكلور. شو أهمية هذا الحماض قياسا ببقية الحماضات، هذا الشيء ما فيني جاوبه بدقة، بس معروف إذا كان في حماض سابق، يعني حماض تاني وضفت له حماض مفرط الكلور، حيزيد من درجة الحموضة، وهذا الشيء ما هو جيد. الشيء الثاني اللي المتهم الكلور فيه انه في عندك بيعمل تقبض بالشرايين الكلوية، وبالتالي بينقص من الرشح الكبي وبيعمل اذية كلوية. هذه اساسا هن المشاكل الاساسية للحماض، اضافة لانه بيزيد الوزمات، مثل ما قلنا كونه قياسا بغيره من السوائل كون الصوديوم فيه عادي نسبيا. هي اهم المشاكل تبع السيروم الملحي. الدراسات الفيزيولوجية كثيرة وكلها أثبتت أنه بيعمل حماض زيادة فعلاً، وبنعمل دراسات على الأصحاء وبيعمل تقبض بالشرايين الكلوية. طيب دراسات السريرية هل فعلاً بيعمل هذا الشيء هذا؟ يعني هل لو نحن عطينا المريض بدل السيروم الملحي عطيناه سيروم تاني اللي هو الرينجر، هو الرينجر الدعاية للرينجر، ولا سيروم الجديد اللي اسمه البلازما لايت، يعني البلازما المخففة، هل هن فعلاً بيعطوا نتائج؟ حقيقة ما في نتائج قوية، دراسات ما حقول متضاربة، ما عم تقدر توصل لتعطي نتيجة قاطعة. مشكلة النتائج بأحسن أحوال عم تكون يعني فرق 1% مثلا النتائج، المورتاليتي الوفيات ما عم تكون قاطعة النتيجة فيها. السيرومات اللي عم نعملها دعاية حاليا أو من سابق هي سيروم الرينجر لاكتيت. الرينجر لاكتيت تقريبا فيه، أو مو تقريبا، فيه 130 ميك صوديوم، يعني أقل من المصل بحوالي 5، يعتبر أقرب للطبيعي. الكلور اللي فيه ما هو عالي، فيه 110 كلور، وفيه طبعا عشان يكون المصل متعادل، لأنه نحن عم نحكي 130 لازم الشاردة الموجبة هي الصوديوم، فلازم الكلور 110، فلازم نكمل عليهم، فبنكمل عليهم بلاكتيت. اللاكتيت اللي هي اللبن، شارة اللبنات أو الحمض اللبن، هي اللاكتيت. هذه اللاكتيت لما بتروح على الكبد، الكبد إذا كان سليم بيحولها لبيكربونات، وبالتالي هذا السيروم صار أشبه بالمصل، لأنه تركيز البيكربونات بالمصل حوالي 20 أو 25، وتركيز الكلور حوالي من 95 ل 105، فهو أقرب للمصل.
طبعا الرينجر لاكتيت مثل ما بتعرفوا بيحوي بوتاسيوم في حوالي 5 او 4 ميك، وبيحوي كالسيوم كمان، وهذا السبب اللي بيخلي ما هو متوافق مع مشتقات الدم. مثلا انت ما بتقدر تعطي دم مع ال ار مع الرينجر لاكتيت، ما فيك تعطي كثير شغلات مع الرينجر لاكتيت. في دواء ثاني حكى لنا زميلنا عنه بالمانيا ربما او بشمال اوروبا، هو الدواء او سيروم هو المعتبر، حتى هو ما حدا بيطلع على السيروم الملحي عندهم، هو اسمه الرينجر اسيتيت، اسيتيت الرينجر. طبعا الاسيتيت مثل اللاكتيت بتحول بالكبد لبيكربونات، وبالتالي ما بتعمل مشاكل الحماض اللي بيعملها الحماض اللبني. بيبقى عندنا السيروم الجديد اللي صرعونا فيه هو البلازما لايت، تقريبا تركيبه شبيه بتركيب البلازما او بتركيب السيروم، فهو عمليا 140 ميك صوديوم، الكلورايد فيه 100 اظن كان حوالي 100، فيه اسيتيت، فيه جلوكونيت، ما فيه لاكتيت. فهذا الدعاية طبعا ما فيه كالسيوم، وبالتالي متوافق مع مشتقات الدم. الدعاية له كبيرة، وهلا عم تجرى دراسات عليه. خلاصة اللي بدي اقوله بالمحاضرة اللي قلته بالمحاضرة وبدي اقوله اليوم، انه انت بتطلع على مريضك وبناء على المعطيات اللي عند مريضك بتعطي السائل المناسب لإله. شخص جاي على الطوارئ بصدمة، انا فيني اعطيه سيروم ملحي او اعطيه رينجر، ما في مشكلة ابدا بالمحلولين او اي محلول تاني ممكن اعطيه لإلهم. لما مريض عم اعطيه لزوم والمينتنس فلويد تبعه، بتطلع على الكلور تبعه، اذا الكلور تبعه اعلى من 110 انا لازم اتجنب السيروم الملحي. اذا اقل من 110 والله العليم ما في مشكلة. الرينجر نفس الشيء له مشاكله، اذا مريض عنده قصور كلوي حاد بسبب التجفاف وما عم يدر بول ابدا والبوتاسيوم عنده عالي، ليس من الحكمة اني اعطي رينجر لاكتيت. البلازما لايت ما انا متوافر كتير لانه غالي صراحة، هو حق البلازما لايت دبل سعر السيروم الملحي. معلومة على السريع على موضوع السيروم المختلط، السيروم المختلط هو سيروم ملحي مع ديكستروز مع سكر، لا يشكل بديل للتغذية. ممكن بالحميات المطلقة أعطي المريض سيروم مختلط كحاجة يومية لحتى أمنع تخرب العضلات، وهذا الشيء بيستمر فقط لخمس أيام بعد الحمية المطلقة، بعد الخمس أيام ما بيعود فعال. هذا كلام الأب تو ديت. معلومة على السريع على السوائل الثانية اللي هي نحن كل شيء حكينا، هي اسمها سوائل بلورية بلورانية كريستالويد. السوائل الثانية المتوافرة بالسوق هي الغروانية اللي هي كولويدز، اللي هي الألبومين وإخواته. الألبومين في عليه حكي، هاختصره بشكل سريع. قبل الألبومين غير الألبومين في الهيتاسارش اللي هو النشاء، ممنوع استخدامه بمرضى العناية ومرضى السبسس لأنه بيزيد الوفيات، الحكي من عام 2012. الدكستران والجيلفوزين وهالأدوية الثانية كلها إلى مشاكلها وما حدا بيفضلها، لأنه ما في أي سبب لأنك تعطي الدواء لمريض ما هو مثبت سيروم ما هو مثبت، إضافة لأنه له مشاكله منها القصور الكلوي واضطرابات التخثر. الألبومين قضيته مختلفة تماما، الألبومين من عام 2004 في دراسة كبيرة أثبتت أنه مثله مثل النورمال سالين، وبالتالي أنا إذا مريض نقص سوائل أنا بعوضه بهاد أو بهاد. كونه الألبومين غالي فما في مبرر أبدا أني أعطيه ألبومين، النورمال سالين متوافر وعين الله عليه. ربما نفس الدراسة هي سيف حكيت عنها، أظهرت أنه مرضى الردود الألبومين أعطاؤه لإلهم بيزيد الخطورة بيزيد الوفيات، وبالتالي أي مرضى ردود حاليا بأقسام الطوارئ الألبومين محرم عندهم كتعويض سوائل. بعام 2013 او 12 صدرت او 14 عفوا هي دراسة الألبيوس اللي قالت انه اعطاء الألبومين عند مرضى السيبسيس ما بيضر ولا بيفيد، وبالتالي هذا الشيء كان دعم لوجهة نظر الاشخاص اللي بيأيدوا اعطاء الألبومين انه اثبت انه هذا الشيء ما نضار، وبنفس الوقت اثبت وجهة نظر الاشخاص اللي بيمنعوا الألبومين لانه اثبت انه الألبومين ما له مفيد. فانت حسب الشيء المؤمن فيه مسبقا ممكن تستمر باعطاء الألبومين او ما تستمر. كقاعدة عامة اذا مريض على دواعم ضغط ما يكفي انه سيبسيس، لازم يكون سيبتيك شوك على دواعم، والألبومين عنده اقل من 3 او اقل من 30 حسب الوحدة عم تستخدمها، فممكن تعطيه تعوض له ألبومين ال 25% او 20%. أظن هذا كان خلاصة سريعة للمحاضرة اللي حكيناها، أتمنى أن يكون قدرت لخصها بشكل سريع. فكرة أخيرة سيذكرها، موضوع البايكارب البيكربونات، لحتى أقدر حضر سيروم بيكربونات أنا باخذ سيروم سكري يضيف عليه أمبولة بيكربونات، وهذا صار 50 ميك صوديوم و 50 ميك بيكربونات، هذا محلول ناقص الحلولية، أو بعطي أمبولتين وبالتالي 100%، أو 3 أمبولات وصار محلول إيزو يعني متساوي الحلولية، وبالتالي ممكن أعطائه بشكل ما فيه مشاكل أبدا. فيه 150 ميك صوديوم و 150 بيكربونات. كل الدراسات اللي حاولوا فيها يثبتوا أنه هذا السيروم بيتفوق على السيروم الملحي
لا يحمي من أذية المادة الضليلة على الكلية وعلى الكلية بعد القسطرة القلبية والطبق المحوري، أثبتوا عدم تفوق البيكربونات على السيروم الملحي. وبالتالي السيروم الملحي حقيقة هو الدواء المرجع لنا لحتى نثبت أن الألبومين ما هو ضار أو ما هو نافع، هو الدواء المرجع لنا ليثبت أن النشاء ضار، هو الدواء المرجع لنا أن البيكربونات مفيدة أو غير مفيدة، وبالتالي مو سهل التخلي على النورمال سالين. إذا بدك تعطي مريضك نورمال سالين، اطلع على الكلور واطلع على الصوديوم. إذا الصوديوم تبعه ما انه اعلى من 145، معلش ما في مشكلة. إذا كان الكلور تبعه ما انه اعلى من 110 كمان ما في مشكلة. وجزاكم الله خيرا، واتمنى تكون رسالتي وصلت. السلام عليكم.